الاهلي الكبار كابتن ماهر همام واحد من النجوم المهمين جدا في تاريخ النادي الاهلي، نتكلم معاه عن لقاء الليله ونشوف كده اخر الاخبار. كابتن ماهر صباح الفل وسعيد بوجود حضرتك معايا. صباح الخير يا كريم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام الحمد لله. كابتن ماهر النهارده لقاء صعب للفرقتين الاهلي والاسماعيلي، قمه من قمم الكره المصريه، والاهلي بيغيب عنه مفاتيح لعب مهمه جدا، عنده يمكن مشكله الظهير الايسر، واللي سمعنا من خلال تدريبات الاهلي انه الراجل يعني بيفكر في باكم ان هو يكون الظهير الايسر النهارده. شايف من وجهه نظر حضرتك القصه ازاي؟ غياب علي معلول وغياب محمود وحيد وغياب ايمن اشرف، غياب طاهر محمد طاهر، بعض الغيابات اللي قد تكون مؤثره جدا في لقاء مهم زي لقاء الاسماعيلي. اولا طبعا يعني مباراه الاهلي الاسماعيلي بيبقى ليها طابع خاص طبعا، خصوصا الفرقتين يعني من الفرقتين الكبار ليهم شعبيه كبيره جدا في الكره المصريه، وعامه مباراه الاهلي والاسماعيلي بتبقى مباريات حماسيه وفيها كوره وفيها فنيات عاليه جدا على اعلى مستوى. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي لازم يخش المباراه دي بروح مباراه طلاء الجيش وبروح مباراه ريتا كلاب، بس مع استغلال اي فرصه من فرص الضائعه كريم. يعني الاهلي بيضيع في الثلث الاخير فرص كثيره جدا، يمكن بتوصل لاكثر من 15 فرصه او 20 فرصه. فالنهارده مهم جدا ان هو يستغل الفرص الضائعه ديت، ودي من ضمن الحاجات اللي اشتغل عليها مستر موسيماني. يعني مشكله النادي الاهلي الفرص الضائعه، بيوصل لكن بيضيع عدد كتير جدا صح. من الاهداف. فالنهارده بتتكلم على جبهه مهمه جدا من ضمن الجبهات اللي هي مفاتيح لعب النادي الاهلي اللي بيخترق من خلالها، اللي هي جبهه الشمال. طبعا. عدم وجود معلول مفتاح لعب بيمثل قوه كبيره جدا للنادي الاهلي. اصابه طبعا العضله الخلفيه بعدته عن اللقاءين اللي قبل كده. ايمن اشرف جوكر بيقدر يؤدي في حته قلب الدفاع او الباك ليفت، النهارده بدل بيغيب. بيكهام انا شايف المكان هيبقى صعب عليه، يعني عارف مش عدته. بيكهام عدته بقى يا اما باك رايت يا اما قلب دفاع، الباك ليفت بدل فيها صعوبه، هيبقى عنده بس الشق الدفاعي اللي يقدر يقوم بيه. طب ايه الحل؟ انت ما عندكش حد يقدر يسد لك الحته دي، تعمل ايه؟ بالظبط، هيبقى مشكله بالنسبه لي. فانا شايف طبعا حضرتك الحته دي مؤثره النهارده.